السلام عليكم. في درس آخر من دروس المونتاج فيديو، في هذا الدرس هذا غنشوفو المونتاج بالسمارت فون، الهاتف الذكي، وغادي نشوفو واحد جوج ديال التطبيقات. دونك غادي نشوفو تطبيق اللي هو سامبل، ما فيش تعقيدات بزاف، وكان تطبيق آخر اللي بروفيسيونيل. بالنسبه للتطبيق الأول هو انشوت، والتطبيق الثاني هو كين ماستر. حاولوا تانستاليو هاد جوج ديال التطبيقات. دونك نبداو بهاد انشوت. لاحظوا انه في الديماراج ديالو منا ندخلوا اما لي فوتو واما لي فيديو اللي بغينا نديروا لهم مونتاج. دونك غنختار فيديو نوفو، دونك نختار واحد لا فيديو. لاحظوا هنا هذا هو لا بيست دو لا فيديو. دونك الا بغيت نزيد فيديو اخر تنكليكي على بلس ونزيد اما لي فوتو ولا لا فيديو. هنا الا بغيت نقطع لا فيديو تو سامبلومون كنكليكي على غوني، كنحدد لا بارتي اللي بغيت نقطع. مثلا بغيت نقطع هاد لا بارتي كندير هنا كوبي، فوالا اوكي، فوالا كتقطع هذيك لا بارتي. عندي هنا الا بغيت نكتب ان تكست فوق هاد لا فيديو دونك نكليكي على تي اوكي، فوالا عندي الحق نديبلاسي لو تكست فين ما بغيت. دونك هنا عندي لا ميوزيك اللي بغيت ندمج الموسيقى باغ اكزومبل مع لا فيديو، وعندي هنا دي بيست ميم سي نقدر نسجل حتى هضرتي حتى هي مع لا بيست. اختار لا ميوزيك كنختار ايتوليزي، فوالا هذا هو لا بيست ديال الموسيقى. دونك الا كانت الموسيقى كبر من لا فيديو نسيليكسيوني دونك لا بارتي لي زايدة، ديفيزي، سيبريمي، افاسي، فوالا مشات هاديك لا بارتي لي غير زايدة. دونك خدم دابا لا فيديو. دونك هنا جي اجوتي لا ميوزيك، فوالا حتى لو تكست. من كنكمل لو بروجي ديالي كندير لي سوفكاردي هي الفوق، سوفكاردي، فوالا، كنسجلو في الهاتف ديالي.